هذه حنين. حنين حسام طالبة مصرية في كلية الآثار بجامعة القاهرة، وهي مشهورة على تيك توك وإنستغرام، والمشاهير يسجلون فيديوهات، وأحيانا هذه الفيديوهات تثير الجدل. أنشأت حنين مجموعة على تطبيق اسمه لايكي. هذا التطبيق فيه بث مباشر، تقول إنه لمساعدة البنات، المجموعة التي سمتها وكالة، تساعد البنات على جمع بعض المال في هذه الظروف المادية الصعبة. لكن كيف؟ هي تشرح. تفتحوا لايف بوشكم، مش تفتحوا بلاك سكرين، شاشة سودة، إضاءة كويسة زي ما أنا قاعدة كده، نت كويس، أنا مش محتاجة من سيادتك أكتر من كده، شكل لائق شوية. تفتح اللايف بتاعك، داعمينك هيدخلوا، الناس هتدخل، هتبدأي تتعرفي على الناس، هتبدأي تكوني صداقات مع الناس بشكل محترم وجميل. وأنا بيجيلي كل حاجة، أنا بتجيلي كل حاجة، فأنا بعد إذنكم مش عايزة تجاوزات في وكالتي، أنا أهم حاجة عندي السمعة والله. وما هي المواصفات المطلوبة بالبنت، وكم سيكون دخلها بالعمل في هذه الوكالة الإلكترونية؟ لنستمع إلى حنين. اول حاجه ما يقلوش عن 18 سنه، يكون شكلهم كبير شويه. المفروض ان حضرتك مذيعه في ابلكيشن، ما ينفعش تكوني طفله قاعده، صح؟ الا لو طفله عندك موهبه، دي حاجه تانية يعني، وعلى راس. تاني حاجه، ان انتي بس تكون عندك نت كويس، عندك اضاءه كويس، انا مش هحتاج منك اكتر من كده. انت لو جبت 5000 ليك قبض معين، لو جبت 10، لو جبت 30، لو جبت 80، لو جبت 200، لو جبت 300، لو جبت 400، كل حاجه بتكون ليها قبضها، تمام؟ من اول القبض بيكون من اول 36 دولار لحد 2000 و3000 دولار. كمان ايه الجروبات دي يا جماعة؟ بعد اذنكم، ولا للتعارف ولا للهزار. وانا اول ما هلاقي اي ممبر بيعمل مشكلة او بيعمل اي هزار او اي تهريج، انا هطلعه بره بلا رجعة. الفيديو وصل الى جامعة القاهرة، واحال حنين للشؤون القانونية للتحقيق معها. وقال رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت: ستتخذ الجامعة أقصى عقوبة بحق الطالبة، والتي قد تصل للفصل النهائي من الجامعة، وذلك لارتكاب أفعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية ولا تليق بمكانة طالبة جامعية في جامعة القاهرة. الناس علقت على الموضوع. أبو كريم يقول: أنا مش متعاطف معها نهائيا، لأنها في فيديو آخر ليها قالت أنه في ناس غلابة ومش لاقين يأكلوا رزقهم من اللايفات على الأبليكيشنز، وده ما يفرقش حاجة عن الدعارة، بس عرض بدل الممارسة. هذا هو رأيه. أما فلك فتقول: أي شيء عملته ده كان خارج نطاق الجامعة، وما يخصش إدارة الجامعة في شيء، وإذا غلطت تعاقب، مش تتحرم من دراستها ومستقبلها، وفي الآخر دي حياتها الشخصية، ولو قرار ده هيتعمل يبقى يتعمل مع كل اللي بيعمل كده، مش هي لوحدها. هذه تغريدة أتوقف عندها، وهي رقم 3 من أحمد علي. رسالة إلى كل أب وأخ: حنين حسام غلطانة، بلاش نذبحها وندمر مستقبلها. أنا مش معاها ولا متفق، ولكن ما ينفعش نذبح البنت ونتركها للناس اللي ضحكت عليها. مع العلم حنين لم تظهر في مقطع فيديو كما فعل سامة المصري وغيرها، ما حدش يتكلم. أما ريموند جيسوس فيقول: ريموند جيسوس، أحب أقول لك نصيحة غالية من الكتاب المقدس. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ما تسمحيش أن الشهرة والفلوس والمجد العالم الباطل ومجد العالم الباطل ده يخليك تتحولي لشخصية مرفوضة. بعد هذه التغريدات والردود، نشرت حنين فيديو آخر ردت فيه على الانتقادات والمطالبات بمعاقبتها. برامج اللايف الممثلين بقوا بيشتغلوا فيها، هل ده معنى ان هم بيشتغلوا في الدعارة؟ مغنيين بقوا بيشتغلوا فيها، ممثلين كبار بيفتحوا لايفات على التيك توك، ده معنى ان هم بيشتغلوا في الدعارة؟ الحاجات الوحشة بتتعمل في السر، بتتعملش في العلن. انا لو بعمل حاجة زي دي، عمري في حياتي ما هطلع اقول في ستوري بيشوفها 200,000، بدليل ان هي وصلت للاعلام. الابلكيشن بيدخل ايرادات بسبب شخص، لازم يتجزى كويس والا هيروح لابلكيشن تاني. القصه ان انا ما روجتش لاي ابلكيشن من الابلكيشنات سيئه السمعه، عمري في حياتي، ده انا بمتنع تحرر الدقه. في ناس بتتدمر من ورا اللي انتوا بتعملوه، في اشاعات انتوا بتطلعوها مغرضه بتدمروا سمعه البني ادم بدون سبب. اليوم قبضت الاجهزه الامنيه المصريه على حنين.
ونفذت قرار النيابة العامة باعتقالها والتي ستقوم بالتحقيق معها بصدد الفيديو وما ورد فيه.